مشاهدينا أسعدتم مساء، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية ملخص الأحوال الجوية، هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد الأحد، لكن تستمر الكتلة الهوائية الدافئة تؤثر على المملكة، وبالتالي تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، وأيضا هناك سحب عالية في مختلف مناطق المملكة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك كتلة هوائية دافئة، وهي الكتلة التي تمتاز باللون الأحمر. هذه كتلة هوائية دافئة، وبتعني أن معدلات درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، يستمر تأثيرها على المملكة اليوم ويوم الأحد وأيضا يوم الاثنين. يوم الأحد تنخفض درجات الحرارة قليلا، لكن تعاود الارتفاع يوم الاثنين. إذا الكتلة الهوائية الدافئة يبقى تأثيرها على المملكة واضحا خلال الأيام القليلة القادمة أيضا. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء لطيفة تقريبا، مع ظهور السحب العالية. الصغرى المتوقعة في عمان 18 درجة مئوية. والأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد هناك انخفاض قليل وطفيف على درجات الحرارة، يعني يقدر بحوالي درجتين إلى ثلاثة عما وصلت إلى درجة الحرارة نهار هذا اليوم. العظمى المتوقعة يوم غد الأحد 25، لكن الأجواء بالليل لطيفة لكنها تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، والصغرى 15 درجة مئوية. يوم الاثنين ارتفاع واضح على درجات الحرارة آخر، وبالتالي تكون أعلى من معدلاتها بحوالي 9 درجات مئوية، مع ظهور السحب العالية أيضا، ودرجة الحرارة العظمى يوم الاثنين 28. الأجواء لطيفة ليلا لكنها تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، والصغرى 17 درجة. يوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وأجواء مغبرة، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل ب10 درجات مئوية. العظمى المتوقعة بحدود 29 درجة مئوي، لكن الأجواء بالليل بتكون لطيفة من حيث درجة الحرارة، والصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة، في المناطق الشمالية إربد 27-15، عجلون 27-14، جرش 29-16، المفرق 28-13 درجة مئوية. المناطق الوسطى البلقاء 26-16، مأدبة 27-14، عمان 25-15، البحر الميت 33-21، والزرقاء 29-15 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الكرك 27-17، الطفيلة 24-18، الشراح 23-15، معان 29-13، وخليج العقبة 34-22 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء تقريبا حارة نسبيا، الأزرق 32-14، الصفاوي 32-13، الرويشد 31-12 درجة. أجواء حارة نسبيا نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا. أعزائي المشاهدين، لكم أجمل تحية من طقس العرب، وشكرا لمتابعتكم. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.